نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم إلينا من دبي الخبير في تقنية وأمن المعلومات أيمن عتاني. أيمن أهلا بك معنا. دعنا نعرج سريعا على أبرز مميزات هذا الروبوت، روبوت الدردشة بارد الذي قدمته جوجل. جوجل محرك البحث الأول بالعالم لفوق العشر سنين، وكل معلوماتنا اللي احنا بدنا اياها يعني عم نبحث فيها على جوجل، واذا مش على جوجل عم نستعمل يوتيوب او عندهم كمان كجيميل اذا نستعمله كمان. ف وكان هو ماكن وفوق 90% استعمال عالميا على الانترنت. هلا في تطورات جديده بطريقه البحث، يعني نحن هلا بنبحث على كلمات معينه، عندنا رابط اثنين ثلاثه بندرسهم بنقراهم بنفكر فيهم بنحل نحن مثل ما نحن بنحتاج. الطريقة الجديدة عم تكون بالذكاء الاصطناعي، هو نطلب من الذكاء الاصطناعي انه انا يعني ما حب افكر ومش حب اقضي وقت عليها، ادرس لي الانترنت ورجع لي بجواب خالص مثل ما هو. ولكن كيف يتحقق من مصادر الاخبار وما يجده على الانترنت وهو متوفر على الانترنت؟ يعني هذا الذكاء الاصطناعي اللي عم يعمله هو عم يدرس الانترنت تقريبا بكاملها، يعني بكلها، يعني بالمعلومات الصحيحه والمعلومات اللي منها صحيحه، وعم يقدر يعني في اخطاء عم بتكون بس عم بتميل اكثر انه شو المعلومات الصحيحه اكثر وككميتها اكبر، عم يقدر على اساسه يرجع بمعلومات، بس عم بيكون في اخطاء معينه يعني عم تنعمل وهيدي مع الوقت بتخف اكثر. طيب في ظل انتشار روبوتات الدردشة نتحدث عن شات جي بي تي، الآن نتحدث عن جوجل بارد، كيف يمكن للمستخدم أن يميز ويختار الأنسب له ولمتطلباته؟ هلا هو انطرح اليوم بأمريكا وبلندن، يعني قريبا بيكون كان موجود عندنا بالمنطقة، وفي عندنا خيارين، يعني خيار هو جوجل وخيار اللي هو الشات جي بي تي، والاكيد اذا جوجل عندها اياها والعالم معوده على جوجل اكثر الناس حترتاح اكثر على خدمه جوجل لانه معودين يروحوا على جوجل دوت كوم ويبحثوا على هذا الموقع. ومن شان هيك كمان مؤسسه مايكروسوفت كمان عملت استثمار بهالروبوت الالي الثاني المنافس، لانه في بينج دوت كوم اللي هو بينافس جوجل دوت كوم بس عنده يعني اقل من 5% استعمال عالميا، فالناس اذا لو جوجل ما عملت هيك مضطره الناس يعني تروح على بينج دوت كوم، فمنشان هيك جوجل اخذت هذه الخطوه اليوم، ونحن كاشخاص فينا نبحث كيف نبحث عن موضوع معين، يعني كيف بدي اطبخ، كيف في طبخه معينه، او كيف بدي ادرس الموضوع، او خبرني اكثر عن شو عم بيصير بهالمشاكل بهالدنيا. بدل ما يكون في روابط هو يعني الذكاء الاصطناعي عم بيفكر عنا ويعطينا اياها خالصه. هذا اذا كانت الاسئله سلميه ومسالمه يعني. شكرا لك على المشاركه معنا ايمن عتاني الخبير في تقنيه وامن المعلومات، كنت معنا من دبي.